إبراهيم القويني. ولد إبراهيم القويني في 18 من يناير عام 1927 في مدينة أبو حمص بالبحيرة. لا أنت وصلت إلى آخر الطريق، قبل الطريق في حاجات جميلة جدا. حرب العالمية الثانية، من اسكندرية هاجرنا روحنا دمنهور. كنت أنا في مدرسة النيل في غيط العنب. رحنا دمنهور فدخلت مدرسة التعاون الابتدائية سنة تالتة ابتدائي. كان في 5 مدرسين، 3 انجليز من انجلترا و2 فرنساويين من فرنسا. ده بيدرس انجليزي وده درس فرنسا. الحرب العالمية الثانية بانت، اتحبسوا في دمنهور. فالثلاثة الانجليز مزاكم الكورة، فتخيل ان يعملوا دوري الفصول. فكانت البداية في دوري الفصول وانا في سنة تانية ابتدائي، تانية سنة. ماشت الامور، وصلت الى الثانوية العامة، دخلت الثانوية العامة، الحرب العالمية التانية انتهت، جينا هنا اسكندرية. فدخلت كلية التجارة في جامعة فاروق الاول اللي هي دلوقتي جامعة اسكندرية. أنا في دمنهور الثانوية لما كنت في دوري الفصول، يعني بدأوا المدرسين ياخدوا بالهم مني وبقيت لاعب في فريق دمنهور الثانوية ثم كابتن المدرسة. جيت كلية التجارة من سنة أولى لعبت. كان مدرب المرحوم الأستاذ أحمد الحسيني، كابتن كبير قوي، ده بتاع محمود حوزة الاتحاد والحسيوي الأولمبي. كان بيجي في دوري الفصول في الجامعة ويتفرج، فوجئت بيه بيقول لي كابتن ازيك، اهلا يا فندم، انا فلان مدرب النادي الأولمبي. انا وسهلا، تحب ترتكب في النادي الأولمبي؟ ايوه. فروحت النادي الأولمبي وبدأت مع النادي الأولمبي وانا في سنة تانية كلية التجارة. لعب لفريق الأولمبي في الأربعينات والخمسينات قبل أن تساهم نشأته العسكرية في صقل موهبته الإدارية في الثلاثينات من عمره. كان كابتن أحمد الحسي والله يرحمه مدرب منتخب الجامعة، فنقى نجوم الجامعة ما تيجوا في الأولمبي، فروحنا مجموعة من الجامعة ومضينا في النادي الأولمبي. ساهم كإداري في فوز الأولمبي بلقب الدوري الممتاز موسم 65-66 في عصر رئاسة الفريق سليمان عزت للنادي. النادي الأولمبي اللي عشت فيه ذكرياتي أقول لك قصة صريفة جدا. كابتن محمود الخطيب، بقى محمود الخطيب وأنا رايح على ماتش، قال لي كابتن عاوزك إيه يا ابني؟ قال لي والله يا كابتن عاوز أقول لك حاجة. احنا كنا نيجي نلعب مع النادي الاولمبي في اسكندريه واحنا مرعوبين. النادي الاهلي بيجي اسكندريه مع اسكندريه مع الاولمبي مرعوب. ليه؟ لان كان في قوه فكر وعطاء وعلم وادب واخلاق ولا يمكن يبقى حد يخلق. فده الفرق الشاسع بين ما كان وما هو الان. تولى رئاسة النادي الأولمبي في فترة مهمة من تاريخه، كما عين رئيسا لاتحاد كرة القدم المصري عام 88، وتولى كذلك رئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد العريق. تعييني ازاي رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؟ الدكتور عبد الأحد جمال الدين كان اخوه عبد الرؤوف جمال الدين زميلنا في الجامعة، وكان يجي يتفرج على التمرين و خد بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، بقى رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه. فتليفون كابتن ابراهيم، مين؟ انا عبد الاحد. اهلا يا شيخ. قال لي تعالى لي بكره عاوزك. حاضر. رحت له فقال لي انا استخرت الله ولم اجد احسن منك رئيسا للاتحاد المصري لكره القدم. يا دكتور انا اتخضيت. قال لي مفيش مناقشه، وضع نفسك واللي انت عاوزه اكتبهولي. رجع كتبت 10 ورقات
برنامج محطوط، دوري عام منتظم، كاس منتظم، مباريات دولية ودية محطوطة في الجدول ورسمية في الجدول. مدة سنتين لم يتغير حرف من البرنامج اللي أنا حطيته. كمعلق ظل على مدار ما يقرب من ربع قرن يمارس التعليق على كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، كما ظهر في العديد من المحافل الدولية وأهمها بتوليه مهمة التعليق على نهائيات كأس العالم بإيطاليا عام 90، وهي النسخة التي شهدت عودة منتخب مصر للمشاركة بعد غياب دام 56 عاما. مين اللي كان مسؤول عن الرياضة في التلفزيون؟ المرحوم الكابتن محمد لطيف. فما كانش حد يعلق على الزمالك والأهلي غير الكابتن محمد لطيف، فبيعلق على مباراة وغلط غلطة ايه؟ خدها واحد منهم، هو زمالكاوي والأهلي ايه زمالك، خدها واحد منهم اتقلبت الدنيا. نادي الأهلي رئيس التلفزيون ووزير الشباب، مش ممكن إذا الراجل ده علق على مباراة للأهلي هنسحب الفرقة. طب مين المعلقين؟ أربعة: كابتن محمد لطيف يوسف علي، كابتن حسين مدكور أهلاوي، كابتن علي زيور أهلاوي، كابتن يوريم الجويني أسكندراني. يبقى مين؟ يبقى محمد. طلبني الدكتور عبد الواحد جمال الدين، رحت له انا ما عنديش فكره، انا كابتن يا دكتور يعني ما انا اشوف استخرت الله ولم اجد احسن منك معلقا على مباريات الزمالك والاهلي. انا دكتور قال ما فيش مناقشه، تعال تعال الزمالك طول الفتره اللي انا بعلق فيها. عندي ماما جاي يعمل ده على طول، ناحية شمال بيتحرك مختار، مختار مختار بيعبر العرض وتفتح ماهر همام، هو جول، هو حليم بيشوط قنبلة على يمين ثابت البطل بيجيب الدور الأول عالية وفوت وتلعب جامدة وتحط هو الجول، الجول الثاني للنادي الأهلي. محمد رمزي بالعرض وتفوت وأيمن يونس